السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على كل الناس. النهاردة عامل لكم فرقة. النهاردة الحمد لله قص الرحينة اللي عندنا زي ما قلنا كان محصي تمام، بس حصل حصوية واحدة. طب ده راجع ليه؟ ده راجع لأن النتايج ممكن تكون ضعفانة شوية. طيب احنا هنشتغل معاها بس مش دلوقتي، اما ايه تطلع الزغلول اللي عندها. طب الحصوية فكت النهاردة الحمد لله، بس احنا من كام يوم كده، من يومين ثلاثة، عملنا مشكلة وحليناها، بس قلنا مش هنقول الحل دوت غير لما ايه، غير لما نتأكد ان الحل دوت سليم واشتغل 100%. ايه هي المشكلة يا معلم؟ الحصواية كان فيها نقرة صغيرة. النقرة الصغيرة ديت كان بالظبط في اليوم ال 18، في نقرة صغيرة. انا قلت النقرة ديت ايه؟ الزغلول بيفك وهيطلع. بمسك الحصواية يا باشا، الحصواية قلنا موسع الزغلول، فبفك الحصوة كده اهوت، فكينا حتة، ببص كده لقيت نص الحصوة فاضي. قلت ده الزغلول شكله ايه؟ شكله مات جواها، والحصوة ايه باظت على كده، شكله الفتحة الخرم ده كان بقاله كتير. فببص كده اهوت، طبعا في حتة جلدة متشالة، لقيت دم، لقيت الزغلول بيتحرك جوه، يعني الزغلول لسه عايش. طب احنا لو سيبنا الحصوة على كده هتبوظ. طب احنا عملنا ايه؟ حتة قشرة بيض زي كده، تمام؟ حتة قشرة بيض عادية، مش بيض حمام، بيض عادي. رحت جايب بيضاية ورحت مكسرها، ورحت واخد منها حتة زي كده على قد ايه؟ الفتحة اللي احنا فتحناها في الحصواية. رحت جايب زبدة الحمام، رحت ملحسها كده اهوت، وأوريكم كل ده نظري، وقفلناها تاني. تمام؟ النهاردة الزغلول فك بأمر الله، وقلنا فرجكم على الحوار دوت ونشوف ايه اللي حصل. تعالوا نشوفه عامل تمام. طبعا الذكر اهو قاعد على الزغلول، تمام، دي واحده كده، ادي الزغلول اهو تحتيه، وشكلهم كده رموا ايه، ادي الزغلول اهو تحتيه اهو. انا الجو حر، انا مش عايزه يبقى قاعد عليه كده عشان ما يفطسوش. الزغلول الحمد لله متلبن اهو، هما شكلهم رموا الحصواية. ولاد اللذينة كنت عايز اوريها لكم. تمام، احنا كده عرفنا. طب تعالوا نشوف، شيل الذكر كده، فعلا ايه، ادي الزغلول اهو، تمام، وادي اهو اول سباك النهارده، واد امه ايه. طيب تمام، هم رموا الحصواية، بس احنا قلنا هنوريكم عمل زي ما قلنا يا باشا. حتة قشرة بيض، قشرة بيض عادية. طبعا الحصاية مفتوحة قدامي، لو سبتها على كده الدم اللي جوه ده هيجلط وهتبوظ. طب احنا عايزين نلحقها، رحنا جايبين حتة قشرة بيض زي كده، أي بيضة عندنا في التلاجة. أنا دخلت جبت البيضة من التلاجة ورحت كسرها رميها، رحت جايب إيه؟ رحت جايب قشرة البيض زي كده، وجبنا حتة زبل، لزقت نصها بالزبل ولزقت نصها بإيه؟ فاكرين الخلطة اللي قلنا عليها؟ إيه الخلطة دي؟ اللي هي تأكيل الزغاليل، الميكس. خدنا الميكس دوت يا معلم، ورحنا عاملين حتة كده زي عجينة، ورحنا لفينها حواليها كده اهوت، ورحنا لازقين إيه؟ حصويه. وسيبناها، قلنا بقى هي ونصيبها بقى، يعني انا كنت زعلان بس قلت هي ونصيبها بقى ايه. طلعت ما طلعتش، ما طلعتش، بس الحمد لله طلعت. و تاني حاجه بقى يا معلم، قص البنايده اللي موجود هنا. طبعا حصه رمت حصويه، رمت حصويه واحده بس، ده دليل على ايه؟ على ان انا مهمل في الحمام، بس انا مهمل في الحمام بسبب الامتحانات، ولا بنزل السوق ولا بجيب تحديق ولا بجيب تلسيمات ولا بجيب اي حاجه. هنجيب الكلام ده كله وهننزل السوق الجمعه الجايه، وهنعمل لكم فلوج هنفرجكم على السوق، على الحاجات دي كلها تشتريها منين، تعرفها ازاي، والكلام ده كله. تمام، احنا خدنا الحصوه من هنا، خدنا الحصوه من عند البنايده، دخلنا على الجمعيات. تمام، ادي البنايده اهو. تمام، خدنا الحصوايه من عند البنايده وروحنا مدخلينهم على الجمعيات. تمام،
الجامعات محصلين حصايتين، انا خدت منهم حصايه وحطيتها تحت البنايده، وخدت الحصايه بتاعت البنايده حطيتها تحت الجمعيات. تمام، ادي اهو. بس الدكر ده غبي بيضرب طبعا زي ما انتوا شايفين، ادي الحصويتين اهو. تمام، والحصويتين عرقوا والحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل. ربنا يكرم بقى في الزغلولين دول. احنا قلنا ايه، نفرحكم ونوريكم الزغلول هو طالع، وبرده الطريقه ديت عشان لو حد وقع في نفس المشكله يبقى عارف يتصرف ازاي. ولو استفدت ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.